إمام الجامع الأموي في دمشق يدعو إلى تكريم الشهداء بمواجهة الإرهاب وتطهير الأرض والحفاظ على الدولة وبناء ما دمره المخربون والإرهابيون. دعا الشيخ مأمون رحمة إمام وخطيب الجامع الأموي بدمشق للتمثل والاقتداء ببطولات الشهداء الذين رسموا لنا طريق الانتصار بتضحياتهم على مدى تاريخ هذا الوطن. وفي صلاة الجمعة عبر الشيخ رحمة عن اعتزاز الشعب السوري بشهدائه الأبرار المقاومين الذين واجهوا الإرهاب ودحروا عصاباته وانتصروا عليها. نحن في يوم عيد الشهداء نتذكر شهداءنا الأبرار الذين أعدمهم السلطان العثماني جمال باشا، والذين أعدمهم من بعد الفرنسيون، والذين أعدمهم بعد داعش. فالتاريخ يعيد نفسه لكن بمسميات مختلفة وبأسماء مختلفة. عيد الشهداء يا سادة يعلمنا أن هؤلاء الشهداء هم المنارة الحقيقية لنا، هم الأسوة والقدوة لنا. ستبقى دماء شهداء رجال الله، رجال الجيش العربي السوري، منارة على مر التاريخ والعصور، منارة للأجيال يهتدون بها. إمام الجامع الأموي أكد أن قضية فلسطين هي محور المعركة التي تخوضها الشعوب العربية ضد الإرهاب، مذكرا بأن تحرير الأقصى ينبغي أن يظل الهدف الأول عند العرب والمسلمين. إن فلسطين الحبيبة قدمت الألوف الألوف من الرجال المقاومين الذين ما زالوا يقولون وعلى مسمع العالم أجمع: ستبقى فلسطين عربية وسيبقى أقصانا للمسلمين وللإسلام. لا نغاب إرهابكم ولا نغاب إجرامكم ولا نلتفت إلى تواطئ مجلس الأمن معكم، فنحن هنا أصحاب حق. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السوريون يدعون الله في كل صلاة أن ينصر الجيش العربي السوري، لأنه الأمل الذي يلتف حوله الشعب من أجل عودة الأمن والاستقرار بعد دحر كل أشكال الإرهاب. الجهات المختصة في محافظة اللاذقية تلقي القبض على العصابة التي قتلت الطفل أحمد محمد سالوخة بعد أن خطفته بغرض دفع فدية مالية. لم تشفع له براءة الطفولة في منع يد الإجرام من قتله وإطفاء النور في قلب ذويه. الطفل أحمد محمد سالوخة ذو 13 ربيعاً، والذي تم خطفه أثناء عودته من مدرسته. فصول الجريمة كشفت بعد أن ألقت الجهات المختصة القبض على الفاعلين. أنا اسمي جاسم الكدرو، بدرس طالب بكالوريا مدرسة يوسف العزمي. كنا أنا ويوسف نضل نجتمع مع بعض، بدنا نشتري البكالوريا، كنا بدنا مصاري، ما عرفنا من نجيب مصاري. عدنا صرنا نخطط أنا ويوسف، طلعت براسنا أنه نخطف ابن خالي. انطرنا هنيكيك ورفقاته، قام راح جاسم وقف بنص الساحة وعيط له حمادة تعال. إجا هداك شافه وسلم على باوسه، قال له انه على اساس بدنا نروح نشتري بلاي ستيشن نشبر فينا. قال له امشي بس بدنا نروح اخذك معي بما انه انت بتفهم فيها. قال له طلعنا بالتاكسي وطلعنا رايحين على الاراضي على الجمعه. وانا دوري بالموضوع كان استلام المصاري. شادي قال لي بتروح المكان الفلاني عند الجسر الازرق بشارع الجمهوريه. قلت له مرحبا للزلمه لابو الصبي، قلت له مرحبا عمي ابو محمد،
قال مين ابو محمد؟ قلت مرحبا عمي ابو احمد. قال لي شو بدك من الاخر؟ انا هون ما ابغى اعرف شو بدي احكي. قلت له عمي معك 3 ساعات بدنا 20 مليون. قام قال لي طيب ماشي ما بتقضوا ب 100,050؟ قلت له خلص لك عمي معنا حقروا الفاتحه عليه. انا هون بقول لهم مشان يرجعوا للولد، هو بيقول لي لا انا ما راح ارجع عايش، بيفتح السكين وبده يذبحه. انا هون ما بخلي. بعدين بيقول لي الف ام تبكي ولا امي تبكي. بقول له كيف يعني؟ بيقول لي بدي خلص عليه. قلت له هون قال اللي ما له قلبي بعد، انا وايس عليه من بعد وبيخنقه وبيحطه وبيخنقه بايده هيك عند رقبته بيخنقه. بعدين بجيب حبل وبيربط له هيك رقبته بشد. بعدين بيعضل كتير ما بيشد، بيطلب مساعدة يوسف وبصير بشده، وهذا من هون وهذا من هون. وشادي سكيف مثبت له ايدي، مثبت له اجري هون بيقتلوه للولد وبدهم يطالعوا. بيطلع محمد نور وشادي من البيت وويس، بضل انا وجاسم. بيجي بدي يطلع بيقول لي لا تعال هات السكين، بياخذ السكين بيضربوا 3 سكاكين قوم بفوت محمد نور وبيقول له خلص احسن مشان نتاكد. بيرجع بيقول له الف امي بتبكي ولا امي تبكي؟ بعد كل هالشيء ما معقول يتركوا عايط. منروح بنجتمع على اساس بدنا ندق المكالمه الثالثه ب 8 ساعات. منروح على الحاره بياخذونا بسياره الامن على الحاره، قوم نشوفهم هيك الشابين وشادي وجاسم وويس كمان بالسياره، بيرجعوا بيرجعونا 5 اثنين على الفرع مع بعض. فنحن الخمسه اجتمعنا بقلب الغرفة وصارت فوضى وتلبكنا كتير. إذا رجع الصبي بدنا ننكشف. عم صار توتر كتير، عم قالوا لي اقتلوا وقتلتوا لابن خالي. عين حراس الوطن رغم كل الظروف التي تمر بها سوريا ستبقى ساهرة لمنع أي جريمة أو تكرار وقوعها، وستعمل على حفظ أمن الوطن والمواطن ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله. من اللاذقية مازن محمد، الإخبارية السورية. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري تتفقد واقع أهالي بلدتي كفرية والفوعة في حي دير بعلبة بحمص وتفتتح مركز مكافحة التسول بهدف تأمين احتياجاتهم والاطلاع على أحوالهم في مكان إقامتهم. زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري ومحافظ حمص طلال البرازي مركز الإقامة المؤقت لأهالي بلدتي كفرية والفوعة في حي دير بعلبة بحمص، حيث تم تقديم بعض الاحتياجات للمركز، كما التقت الأهالي واستمعت إلى مطالبهم وجالت في أقسام المركز واطلعت على الخدمات المقدمة. على رأس أولوياتنا الاطمئنان على أهالينا اللي حلوا ضيوف على أرض الوطن بمحافظة حمص من أهلنا بكفرية والفوعة، يعني اطمئنينا للخدمات المقدمة لهم. سمعنا منهم كمان هن شو ممكن يكون في عندهم صعوبات أكثر، عم يحبوا أنهم يكونوا، والحقيقة الصعوبات هي ما عم تتلخص بالخدمات المقدمة وإنما يمكن بالشكل الأعم هي عم تتلخص ب يعني بشرح المعاناة اللي هن كانوا عايشين فيها ضمن وقت كانوا تحت الحصار، وكمان خوفهم على أهليهم يلي بعض منهم ما زال هنيك، وأملهم بأنه مثل أملنا كلنا كسوريين بأنه كان إن شاء الله يكونوا بألف خير. وفيما أكد القائمون على المركز اهتمامهم الكامل بمتطلبات الأهالي المهجرين، فقد تمنى أبناء كفرية والفوعة عودتهم قريبا إلى قراهم، وأكدوا أن المركز يقدم لهم جميع احتياجاتهم. الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بتأمين كافة متطلبات أهالينا من كفرية والفوعة من حيث الطعام والأمور الصحية والفرش، كما أنه تم تجهيز كافة المرافق بالغازات وأسطوانات الغاز
ويقوم مكتب الرعاية الطبية بمكتب الإمداد بتأمين خدمات على مدار 24 ساعة. الحمد لله الخدمة كتير كويسة هوني وعم بيقدمونا الحمد لله كل شيء وما ناقصنا شيء. نتمنى نرجع لبيوتنا لأنه كانت بيوتنا لحد الآن نتمنى نرجع عليها. بتمنى أن يرجع يعم السلام ونرجع نرجع على أرضنا، هذا هي أمنيتي. جولة الوزير القادر إلى حمص تضمنت العديد من الأنشطة، في مقدمتها زيارة مديرية الشؤون الاجتماعية، وافتتحت القادر مركز مكافحة التسول، وأكدت ضرورة تقديم الرعاية اللازمة للأحداث الجنحين، والتقت عدداً من الأطفال المنفصلين عن ذويهم، وقدمت لهم الهدايا. هذه النشاطات وجولة الوزير القادر تبرز اهتمام الحكومة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين أوضاعهم لمواجهة تداعيات الإرهاب والحرب على سوريا. بمناسبة يوم الجريح تكريم نحو 300 جريح في حمص، والمكرمون يجددون العهد على مواصلة الصمود والدفاع عن الوطن. تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم، وبمناسبة يوم الجريح أقامت الهيئة الاجتماعية في حي العباسية بحمص بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية حفل تكريم لنحو 300 جريح من العسكريين والقوات الرديفة والمدنيين ومن جرح التفجير الإرهابي الذي استهدف أهالي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين بحلب. أردنا أن نتكرم بهم ونتشرف بهم بهذا اليوم وأن نقدم لهم شيء من الشكر على تضحياتهم وعلى ما قدموه، فشكرا لهم وشكرا لكل من ساهم في هذا. جئنا اليوم لنقول لرجال الحق، لرجال البطولة، أن بطولاتكم ستبقى في ذاكرتنا على مر الأيام، وستبقى بطولاتكم منارة لنا، فتحية لكم وتحية لكل قطرة دم قدمتموها، وستبقوا أنوار الحق في بلادنا. المكرمون أعربوا عن شكرهم لهذا التكريم وإصرارهم على مواصلة درب الصمود واستعدادهم للتضحية من أجل الوطن وتطهيره من الإرهاب، أملين بالتماثل للشفاء العاجل للعودة إلى معارك الشرف. دمنا فدا الوطن، وإن شاء الله إذا نرجع منشفى منوقف على الجرين إن شاء الله منرجع ندافع عن الوطن. دمانا فداه الأرض وفداه الوطن، وإذا صحينا فينا نرجع نقوم نرجع نقاوم نرجع نقاتل فداه الأرض وفداه الوطن. نحن نشكر كل شخص وكل فاعل خير يقوم برعاية الجرحى وتقديم لهم الشيء المناسب. نضل صامدين بأرضنا وبسوريا وبأخلق قدامنا. الله يشافي ويعافي جميع الجرحى الوطن السوري الغالي، ونحن منقدم كل شيء لبلدنا. تضحيات أبناء سوريا حمت الوطن من المؤامرات التي حيكت له وحفظت على وحدة ترابه، وما يزال بواسل الجيش العربي السوري يسطرون بشجاعتهم نصر الوطن ومجده. توزيع 700 سلة غذائية لأهالي مدينة درعا مقدمة من روسيا تعبيرا عن دعمها لسوريا في مواجهة الإرهاب. تعبيرا عن دعمها للشعب السوري، قدمت الحكومة الروسية 700 سلة غذائية لأهالي مدينة درعا، وتم التوزيع في كلية الاقتصاد بمنطقة البانوراما. الشكر لروسيا الصديقة، والشكر لجيش روسيا، والشكر لكل مسؤولين روسيا، وكذلك الأمر لكل من ساهم ووقف مع سوريا في أزمتها. اليوم الإعانات المقدمة للشعب الصامد الذي تأذى بسبب العصابات الإرهابية المسلحة التي ارتهنت بأمر الخارج، لتبقى درعا بشرفائها بجيشها بقواها الأمنية والعسكرية وبمساعدة الأصدقاء الروس والأشقاء الإيرانيين وحزب الله المقاوم، منتصرة تحت راية حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي. بداية، مركز المصالحة الروسي العامل على أراضي الجمهورية العربية السورية يقوم بجملة من المهام، من هذه المهام تقديم المعونات الإنسانية لمواطني الجمهورية العربية السورية، وفي إطار هذه المعونات يقدم اليوم المركز معونة
نعتبرها هدية لمواطني درعا. درعا هذه المدينة التي تحمل من معنى اسمها الكثير. أكرر ما كنت ذكرته قبل قليل بأنها درع حصين لهذا البلد. طبعا من خلال الروابط والعلاقات مع الشعب الروسي الصديق تم توزيع 700 حصة مساعدة. طبعا تم استهداف المساعدات للأسر الفقيرة ومن ثم المهجرين. تعكس هذه المساعدات مدى الدعم الذي تقدمه روسيا للشعب السوري حتى القضاء على الإرهاب وتحقيق النصر. بمناسبة يوم المرور العالمي، كرنفال المروري في حلب، والمشاركون يؤكدون أهمية دور ضباط وعناصر شرطة المرور على طريقها في رسم الابتسامة والمحبة ونشر السلام. كانت حلب الصمود على موعد مع اليوم المرور العالمي، تقدم عرضا كرنفاليا لفرع المرور، جاب شوارعها وساحاتها التي نفضت عن كاهلها غبار الإرهاب ورفعت رايات النصر والأمان. بتعاوننا مع المواطن على تطبيق قانون يؤدي ذلك إلى تطبيق النظام والسعادة للجميع ورفاهية المجتمع. عشرات الدراجات النارية وسيارات قوى الأمن الداخلي المختصة بفرع المرور مع وحدات المهام الخاصة وحفظ الأمن جابت شوارع حلب انطلاقا من فرع المرور القديم الذي صمد في وجه الإرهاب لسنوات حتى تحقيق النصر. واستكمل الكرنفال سيره مرورا بساحة سعد الله الجابري ومناطق العزيزية والسبيل، ومن ثم اتجه الكرنفال إلى أوتوستراد المحلق. الحمد لله رجع الأمان والاستقرار لأهالي حلب، والأمور رجعت أحسن من الأول، وإن شاء الله بتمنى من كل أهالي حلب يرجعوا لبيوتهم، يرجعوا لحي اللي كانوا عايشين فيه، وده لما الجيش والشرطة بإيد واحدة كل الأمور إن شاء الله بإذن الله بكل سوريا رح ترجع بأمان. موكب يحمل معه رسالة حب وأمان إلى أهالي حلب المنتصرة، وتحية إلى الجيش العربي السوري الذي رد التحية لقوى الأمن بأحسن منها. واحتفالاً بعيد المرور العالمي، مسؤولون في محافظة الحسكة يزورون عناصر الشرطة وفاءً وتقديراً لجهودهم. احتفالاً بعيد المرور العالمي وتحت شعار سلامتك غايتنا والتزامك أملنا، زار محافظ الحسكة وقائد الشرطة عدداً من النقاط المرورية بمشاركة نقابة اتحاد العمال وأطفال منظمة طلائع البعث واتحاد الشبيبة، وذلك وفاءً وتقديراً لشرطة المرور على عملهم وسهرهم على أمن وأمان المواطنين. هذا اليوم يوم عظيم، نحن نبارك إلى رجال المرور الذين يسهرون الليل والنهار لحماية المواطنين وتأمين المرور وعبور السيارات وتأمين خدمات المواطنين. بمناسبة يوم المرور العالمي نتوجه بالشكر الجزيل إلى عناصر وصف ضباط وأفراد فرع مرور الحسكي لقيامهم بواجبهم بتسهيل الحركة المرورية والوصول الآمن للمواطنين إلى منازلهم وحماية الأطفال أثناء عبورهم الشوارع وخاصة بجانب المدارس. وشعار العيد لهذا العام هو سلامتك غايتنا وتعاونك أملنا، أي أن المواطن هو بدرجة الأولى هو الغاية من العملية المرورية، سواء كان مواطن سواء كان سائق أو مشاة. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله العيد الجاي تكون سوريا متحررة من رجس الإرهاب إن شاء الله. كل عام وانتم بخير. نحن اليوم عم نحتفل بكل عام بعيد المرور العالمي 4/5، ونحن فرحانين كتير لأنه هذا دول عم ينظموا المرور عم يحمونا. شكرا للشرطة لأنه عم ينظمونا الأمان ونظموا تطرق السيارات، وشكرا كتير لهم. واو، كل عام كل عام وانتم بخير لكل شرطي وكل مواطن. ضباط وعناصر شرطة المرور أكدوا حرصهم على السلامة العامة واستعدادهم التام لضبط حركة السير وتطبيق قانونه والتصدي لجميع المخالفات بهذا الشأن والعمل على راحة المواطنين. وبمناسبة يوم المرور العالمي، تكريم عناصر فرع شرطة المرور في اللاذقية لجهودهم على تأمين الراحة للمواطنين. بمناسبة يوم المرور العالمي الذي قام هذا العام تحت شعار سلامتكم هدفنا والتزامكم أملنا، قام محافظ اللاذقية يرافقه أمين فرع الحزب وقائد شرطة اللاذقية
بتكريم عناصر فرع شرطة المرور. تحية لرجال المرور في عيدهم القائمين على حفظ الأمن والنظام وتأمين الطريق السليم والعبور للإخوة المواطنين والسائقين والسيارات. تحية لهؤلاء الشباب الأشاوس الذين أيضا يقاتلون مع الجيش العربي السوري في كل نقطة من النقاط، سواء على الطرق العامة بحفظ الأمن والنظام بالاشتراك مع زملائهم من بقية الجهات. فشكرا من القلب بمناسبة عيد المرور لكل رفاقنا المحاضرون معنا هنا، ونقول إن شاء الله مبارك للوطن قادته ورفاقنا جميعا، وإلى انتصار قريب مع جيشنا الباس الأسطوري الجيش العربي السوري وقائدنا الرمز الدكتور بشار حافظ أسد. نهنئ جميع رجال المرور في قيادة شرطة محافظة اللاذقية بالمدينة والمراكز في المناطق ومركز الطرق، ونحثهم على المثابرة في تنفيذ مهامهم في تأمين السلام العامي لمستخدمي الطريق ليلا ونهارا وفي الصيف والشتاء، وسنبقى دائما الجند الأفياء للوطن ولقائد الوطن. ونحن كرجال مرور طبعا سعيدين جدا بهاليوم هذا، لأنه يتخصص عيد خاص فينا طبعا، مو بس في بلدنا الحبيب سوريا، في كل دول العالم. وهذا طبعا مثل ما حكينا أنه يشكل حافز إضافي يعني لعنصر المرور يحس بها التكريم، أنه فمقابل التكريم يبذل كل ما يستطيع من جهد لتوفير السلام المرورية. إن شاء الله عيد الجاي نحتفل جميع المحافظات السورية بهالعيد المرور، كون كلنا هيك مجتمعين. عناصر المرور أكدوا مجددا التزامهم بالسهر على راحة المواطنين وتجديدهم العهد بالوقوف صفا واحدا مع الجيش العربي السوري على أمل تحقيق النصر على الإرهاب. رصد 180 مليون ليرة سورية لتعبيد الطرق وترقيعها في مدينة اللاذقية بالاشتراك مع جميع المؤسسات. إشراف مباشر من محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم على أعمال صيانة وتعبيد الطرق التي تحتاج إلى الخدمة. محافظة اللاذقية رصدت 180 مليون ليرة سورية لتعبيد الطرق وترقيعها بالمدينة، وتشارك في هذا العمل جميع المؤسسات التي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع. جولة اليوم بأسواق المدينة بعد أن تم البدء بموسم تعبيد الطرق والترقية في بعض الأماكن ضمن المدينة، حيث تم رصد هذا العام 180 مليون ليرة سوري لتعبيد وترقيع الطرق بالاشتراك مع جميع المؤسسات التي كانت لها علاقة بمشاريع ضمن المدينة لتسوية الأعمال بعد الانتهاء. أيضا أعطينا 4 شركات بإضافة إلى مجلس المدينة القيام بهذه المشاريع من أجل السرعة في التنفيذ. وأيضا نحن واقفين الآن بأحد الشوارع التي كان يفصل حيين عن بعضهما نتيجة استملاكه من عام 68 وعدم تأمين البديل للإخوة المتضررين. تم تأمين البديل 17 منزل للأهالي وانتقلوا إلى المكان الجديد بدل المنازل التي كانوا يشغلونها، واليوم إن شاء الله وغدا سيتم الانتهاء من هذا الطريق الذي انتظره أبناء الحي وأبناء المحافظة طويلا. والعمل مستمر في قشط وترقيع جميع شوارع المدينة إضافة إلى المنطقة الصناعية. تم رصد أيضا 80 مليون ليرة للترقيع وتزفيد بعض الشوارع في المنطقة الصناعية الحرفية في اللاذقية. وتستمر محافظة اللاذقية في تعبيد شوارع المدينة إضافة إلى المنطقة الصناعية التي تم رصد مبلغ 80 مليون ليرة لتعبيدها وترقيع الطرق فيها. إذن هي جهود مستمرة تبذلها الحكومة السورية لتأمين جميع الخدمات على كافة المدن.